تشهد جبهة الكسارة هدوءا نسبيا بعد شهر من المعارك الطاحنة التي تكبدت فيها ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة. كاميرا سهيل وقفت على أطلال المعركة والتقت بعدد من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الذين أحبطوا كل محاولات الميليشيا الإرهابية. قال يا رمال الصحاري من دمان ارتوي لاجل تبقى بلادي للعروبة علم، لاجل أرضي وأرضي قوتي بالقوي دام ربي معانا ما يجينا الندم. بلغوا من تحوث انت بيغتوي لأن إيران تخطط والخميني رسم نهجهم نهج واضح رافضي شيعوي وانتهبي ودبي بعدهم كالغنم. قال دام ما ربت تسطر ملحمه قد كوي منها كل حوثي ما بيرجع سلم. لاجل ما ربت أنا شوي كل حوثي شوي وذكري يا توارث يوم نوصل نقوم. من تقدم برجله رجعوه ملتوي ومن بيهجم تمنى له وهو ما هجم. سدد الله رمي لأن نهجي سوي ومن مع الله يبقى مثل ما الحي صم. قال من سبع أرض مارب عند كم من خوي عند كم من مقحقح لا دعيت القدم بان عيد الحضارة رغم أنفع دوي دام في يد بندق ويد أخرى قلم دام في يد بندق ويد أخرى قلم. قامت بارك معنويات معنويات عالية ناطح السحاب من هنا من جبهة الكسارة نلقنا الميليشيات الحوثية خسائر في المعدات والأفراد، وهذه هي مدراتهم تشهد عليهم تحترق وخسائرهم في كل شيء، ونحن صامدون صامدون. في الأيام الأخيرة حدثت هجمات من الميليشيات الحوثي وكبدناهم بالخسائر، وها هي الأطقم أمامكم والله ما هم إلا هاربين. والأمور طيبة والمعنوية عالية. والله المعنوية عالية والعدو منهار ولعن أبوي أبوي إنهم ما يدخلوا مارب إلا على رؤوسنا. الله أكبر والله الحمد. ضربات موفق لسقور الجو. الله صادقين.